وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة المشكلة هذه راه تدمي القلب. الخطأ الأول سكرت معاك، الخطأ الثاني المعلمة اللي درتي واش كانت، يقدر حتى الأرجاز الدرسي للقصور القاضي، يعني القصور القاضي، يعني الخطأ الأول هو يعني لا تستدعيه، باش تدش كيف يصلح حينا راه يصلح. ما حد دار كازوري اللي خدمني درس حق باش هتغري كرانيا يعني. كيف ما يكون الحال الا بالحضور المحرم ولا كرا الحل اللي يضني اللي هو شرعي لا يجوز. ارجزان ولا انت اشكل الخطا، شكون النساء ناقصه عقل ودين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وانت غاك تخطط مع ديك الصوره يخطو ارجاز الاجنبي. علاش؟ لان الاسلام اللي تخطب الجميع. انت النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم فرجاز الاجنبي كشم في ثمغار ثياضني اللي سوري ديال المحرم. الناس الصحابي راهي تلحم الحم، يعني من الناس المقمى يسيري كشم في ثمغار الناس الحم الموت الناس انت بزاف يشقى يغي ينهار الرسول صلى الله عليه وسلم قماس نورجاز هيك شوف طمغرت قماس اتي من بابي اولى واحرى ويا بيضني قماك اللي يجان قماك اللي كثروا امك ديالك يجا في الصحراء ما يكشوف طمغرتك ولا كي يتكشوف في طمغرتك قماك يزدي المال انسان يضني. وفي الحقيقه واش كانوا لي علي تزيد انت الخطا باللي غاستنى بخلا تزيد دورجاز في كتاب راسينو، بمعنى يوري ورجاز الاجنبي هو المفضل عندها، يوري ورجاز الاجنبي اللي يسكر الخطا يتيو قدام في ورجاز لا سيكان ارجاز نص انه ولا بلا ارجاز نص بعد الله سبحانه وتعالى. على شيء ادي ستي يخصها تعترف الخطا نص اتنا وديها تيخطيخ ما فيه مشكل الله يسمح لينا وما تعاودش. اشكو واش كان هي نوع من الخيانه اوري لي ورجاز خت دمي تغرط مقار تمغرط يرجز الاجنبي كي سيد سكنت هي تصاوت واخا تلا جاي تزكي وراكم راه يجرو عليا من ربي ان كان ولا بد خص تصاوت سكرانيا اللي يقال من المحارم نس ولا كرا الحل يضني ولا كرا انت تجارت نس دور كاز نس تجارت دور كاز انت تجارت نس كشي من انت سكرا البيت غوغونس يبيد ورجاز اتجار انت المعلم غادي يقضوا الغرض يغي ان كان ولا بد باش يستنى في يطلقينو هاتي توقع عندها غير المعصيه يزيد عندها خط ثاني يضني كلاغ المعصيه ملي خدش كمال كاز الاجنبي استكمينس بدون الاذن ورجازنس تسكر المعصيه داخل يقول ختم اللي غاصدر في الطلاق. لان الرسول عليه الصلاه والسلام اردتني ايما امراه طلبت الطلاق من زوجها من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه تحرم في راس ربي الجنه ودرس حق باش تضرب الطلاق خاصها تعترف الخطا نص او تكمو سره. إذا خص اتقى الله سبحانه وتعالى تيقدر استيعاقب ربي العقاب اللي راهي تيقدر إلى الطلاقة الطلاق ولا يشقي إلى الطلاقة لا تشرد لا تشرد لا تشرد أنت وين تتحمل المسؤولية أرجزتي كركز إلى الدير ويطيح ما أنت تمارس ما يصير غزاني غزانا صغوان غون حتى أنت خص اتقى الله عز وجل يستغفر ربي سبحانه وتعالى يضل بالمسامحة يرجز اللي من تهك العير نص. أما الرسالة الأخيرة يرجز السائل ليلا ظلم دين كلينيا جوجل اي اتق الله ولن تفتر وانس ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا يعني كوني كشهر شهرين اش كيدير كندسر وانس. ثانيا احسن الظن بان احسن الظن بان احسن الظن بان اوري ليات السيد كشم يعني صوب لا جاي فوق والله اعلم. السلام عليكم.